بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دار برهون الدولية للنشر والتوزيع، كما عودت الجمهور القارئ في المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء بإصدارات جديدة لعدة مراكز، مركز تكوين ومركز دلائل ومركز تفسير، وكذلك كما عودتهم بكتب وإصدارات جديدة في أمهات الكتب وكذلك كتب الأطفال. فاليوم في أول أيام المعرض تستدعي جميع قراء الكرام أن يزوروا جناحها بالمسمى A36. هناك عروض خاصة وهناك إصدارات جديدة وعروض هامة، نود الكل يستفيد منها إن شاء الله تعالى، وشكراً.